الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد انتهينا في لقائنا السابق من باب المدود وانتهينا من باب المد الإيه؟ المد اللازم، أليس كذلك؟ ولأمر حدث المحاضرة السابقة لم ترفع، فإحنا الآن هنعيد باختصار شديد نلخص، ما فيش فرصة لأن كان من المفترض اليوم نأخذ الخاتمة ونقرأ نلقن أبيات التحفة، كان من المفترض اليوم معانا اللي هو إيه الأبيات الـ الأخيرة من التحفة اللي هي خاتمة المؤلف وتم ذا النظم بحمد الله، كان من المفترض هو اليوم بعد ما نشرح هذا كنا هنلقن الايه الأبيات وننتهي ونحمد المولى تبارك وتعالى على إتمامها، ولكن كما قلت الظروف اللي حدثت الأسبوع السابق التنقل وكذا وكذا لم ترفع المحاضرة. باختصار شديد تفتكروا احنا كنا الأسبوع السابق هل باب المد اللازم فقط ولا كان معه المد الباب المد العارض للسكون؟ من يتذكر؟ الأسبوع الماضي كنا ايه اللازم فقط ولا اللازم ومعه العارض؟ نعم اللازم فقط، يعني كنا بنتكلم في اللازم. مالكم يا اخوانا انتوا ايه كنتوش معايا ولا ايه؟ ده كل الوجوه اللي قدامي كانت قدامي رجال ونساء. لا ما خلاص ما انا بقول كل باستثنائك انت واحد يعني انما الجميع. طيب باختصار ناخذ المد الايه المد العارض للسكون باختصار شديد نتكلم فيه. المد العارض طبعا المد ينقسم الى قسمين، قسم سببه الايه الهمز وقسم سببه الايه السكون. ممن سببه السكون اللي هو الايه المد العارض للسكون. المد العارض للسكون هو الذي وقع سكون بعد حرف المد في حالة الوقف، وهذا السكون سكون عارض. يعني ايه عارض؟ يعني اصله الحركة ولكن سكن للوقف، زي ايه والله بصير بالعباد. وقفنا على الدال، هل الدال الاصل فيها السكون؟ الاصل فيها ليس في السكون. طيب يبقى احنا ايه يجوز المد الايه المد العارض للسكون يجوز ما يجوز في الايه يجوز فيه ما يجوز في المد الايه المنفصل اللي هو القصر والتوسط والإيه والمد. والله بصير بالعباد. يبقى القصر والإيه والتوسط، وأقصد بكلمة قصر اللي هو إيه على حد المد الموجود في الإيه في الحرف. خلاص. طيب وإليه مآب برضو زيه مد إيه الوقف عليه يعتبر مد إيه مد عارض للسكون. المفلحون. وطبعا احنا مش هنتكلم الان في قضية الاشمام والروم والسكون المحض، هنخليها دي محاضرة خاصة
للوقف على أواخر الكلم. هنخلي دي محاضرة خاصة بالوقف على أواخر الكلم، سواء كان هيكون فيه يسبق الكلمة الحرف الموقوف عليه يسبق بحرف مد أو يسبق بأي حرف إيه؟ بأي حرف آخر. الكافرون 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 الكافرون، يبقى ده بنسميه مد إيه؟ مد عارض للسكون، يجوز فيه إيه؟ القصر والتوسط والمد، التلاتة اللي قدامكم دول، اتنين أربعة ستة، على إيه؟ من يعد بالإيه؟ بالحركات. الرحيم، الأول خدنا حرف المد، العباد حرف المد إيه؟ الألف. المفلحون حرف المد إيه؟ الكافرون حرف المد إيه؟ الرحيم حرف المد إيه؟ الرحيم الرحيم الرحيم. خلاص. طيب العالمين برضو إيه؟ زيه. خلاص زيه. نعم. وعلى هذا نقيس المد اللين زي خوف وبيت، ممكن نقف عليها برضو إيه؟ بما تم في المد اللي هو الحرف والمد واللين، إنما ده يبقى حرف إيه؟ حرف لين فقط. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اخدوا بالكم، من خوف من خوف. ما يجيش واحد يقف يقول إيه؟ من خوف، لا، لابد من إثبات الإيه؟ المد، لأن قلنا أن المد صفة لحرف المد، إذا فقدت من الحرف يبقى مش هنجيبه. فاكرين لما قلنا ايه؟ نجيب النون كده ونديها حروف المد الثلاثة، نا ني نو، نا ني نو. طب لما انا قلت ايه؟ نا، اثبتت انا كده حرف المد. اما لما اقول ايه؟ نا، يبقى اثبتت حرف الايه؟ المد. طيب لما قلت ايه؟ نو، يبقى كده اثبتت ايه؟ حرف المد. يبقى المد دي ايه؟ صفة لابد منها لإثبات إيه؟ حرف المد. ولذلك الشيخ في الأول قال إيه؟ ولا بدونه الحروف إيه؟ تجتلب. خلاص؟ يبقى بيت. وزيه إيه؟ السوء، أهو برضو يعتبر إيه؟ مد إيه؟ مد لين بس مهموز، مد عارض، يعني ناخده إيه؟ بس إحنا الآن بنتكلم في إيه؟ فيما هو في رواية حفص، إنما هيجيني في رواية أخرى هيبقى الايه؟ عندي سبب الايه؟ سبب اللين. وزيه شيء، شيء، ان الله على كل شيء. ما يجيش واحد يقف يقول ايه؟ ان الله على كل شيء، لا، شيء شيء شيء. يبقى ده المد الايه؟ المد الايه؟ مد العارض باختصار شديد. المد اللازم، المد اللازم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. خلاص. قسم المد اللازم اللي هو إحنا قلنا إيه؟ ما كان سببه، إحنا بنتكلم في ما كان سببه الإيه؟ السكون. اللي فات اللي اتكلمنا فيه ده السكون العارض اللي هو ما هوش أصلي، اللي إحنا لو وصلنا الحرف الأخير بما بعده هيبقى إيه؟ بقت فيه حركة، يبقى معناها هيبقى في هذه الحالة من قبيل المد الايه؟ ها؟ مآب. لو وصلناه هيبقى من قبيل المد الايه؟ الطبيعي، المد الايه؟ المد الطبيعي. انما في حالة الوقف ظهر السكون، بقى شبيه بالمد الايه؟ بالمد اللازم. اما المد اللازم اللي هو السكون في حالة الوقف سكون، وفي حالة الوصل سكون. وهذا قسمه العلماء إلى قسمين، إلى قسمين. قسم قالوا كلمي، وقسم قالوا إيه؟ حرفي. يبقى إيه؟ كلمي وحرفي. الكلمي الذي ورد في إيه؟ في كلمة. والحرفي الذي ورد إيه؟ في حرف واحد فقط. خلاص. الكلمي قالوا ينقسم إلى قسمين، كلمي مثقل، أنا بلخص الكلام اللي فات،
الدرس احنا اتكلمنا كلمي مثقل وكلمي مخفف، وحناخد الاستشهادات من الأبيات. الكلمي المخفف بالنسبة لرواية حفص هما ايه؟ كلمتين فقط في القرآن، اللي هي ايه؟ الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت، ده الايه؟ لحفص، لحفص فقط. انما في غير حفص له ايه؟ كلمات، زي الامام نافع من رواية ورش يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، اهو برضو ده يعتبر ايه؟ كلمي ايه؟ مخفف. المخفف اللي يكون بعد حرف المد سكون فقط، انتبهوا معي. الآن، انا نطقت بعد الالف غير سكون ولا نطقت حرف مشدد؟ سكون فقط، خلاص. طيب التانية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، خلاص. يبقى ده الايه؟ ده مد ايه؟ نسميه مد لازم كلمي مخفف، بس على غير رواية ايه؟ برضو يا حسرتاي عند ايه؟ عند ابن وردان، مش كده ولا ايه؟ في سورة الزمر، ان تقول نفس ايه؟ يا حسرتاي على، اهو برضو ده يعتبر ايه؟ من قبيل الكلمي الايه؟ المخفف. برضو اذا وقفنا على ايه؟ واللائي يائسنا، اذا وقفنا عليها عند مين؟ عند البزي وعند ابي عمرو، اللي هو ايه؟ واللائي، لانه هو يقرا ايه؟ يقران بالايه؟ بسكون الايه؟ بسكون الياء. انما احنا الان للي قدامنا اللي هو حدود روايه حفص، الكلمي المخفف في روايه حفص كم كلمه في القران؟ هم اثنين في سوره يونس، الان وقد كنتم، الان وقد عصيت. طبعا هنا العلماء اللازم ده، انا عندي قبل كده في مد واجب اللي هو مد الايه؟ المتصل، واجب. اللازم اقوى من الايه؟ اقوى من الواجب، اقوى من الواجب، لان الواجب ده فيه تفاوت في المد. بمعنى ايه؟ المد المتصل ده من العلماء من يقرا بالايه؟ باربع حركات، ومنهم من يقرا خمس حركات، ومنهم من يقرا ست حركات، وربما نقل عن البعض ان يقرا ايه؟ بثلاث ايه؟ بثلاث حركات. أما اللازم وصل إلينا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم المد، بلزوم الإيه؟ بلزوم المد، يعني ما فيش فيه تفاوت. بمعنى يعني ما قالناش واحد يقرأ في الإيه؟ في اللازم باربع حركات أو بخمس حركات أو إيه؟ أو ست حركات. وأيضا السبب في المد اللازم أقوى من السبب في الإيه؟ في المد الايه؟ المتصل. لان المد المتصل سببه الايه؟ ما انا ما عنديش غير سببين، الهمز والايه؟ الهمز والسكون. قلنا الهمز سبب للايه؟ للمتصل، والمنفصل والايه؟ والبدل. اما السكون سبب للايه؟ للعارض، وسبب للازم. فالسكون اقوى السببين، اقوى ايه؟ اقوى من السبب الثاني اللي هو سبب الايه؟ سبب الهمز. ليه؟ لاني لما نيجي نقف ويبقى عندي، لو انا لم امد هيجتمع ساكنين، يجتمع ايه؟ يجتمع ساكنين. يبقى عشان كده ايه؟ سمي مد ايه؟ مد لازم، لازم للزوم المد وصلا ووقفا. حتى لو وقفنا، ودي مسألة انتبهوا لها، حتى لو وقفنا على المواضع التي يجوز فيها الاشمام والروم، وده لا يكون إلا في الإيه؟ في الكلمي، زي إيه؟ صواف، خلاص دي ما يجوز فيها إلا الإسكان. طيب إيه؟ جانن، خلاص. طيب هنا قال لك يجوز الإيه؟ السكون المحض والإيه؟ والإشمام والروم. فاكرين إحنا خدنا لما أو
لسه ما خدناش باين. لما نيجي نقف مع الروم يبقى فيه الايه؟ القصر. يعني ما نجيش نقول ايه؟ وإياك نستعين. ممكن نقول ايه؟ وإياك نستعين، اللي هو الايه؟ الإشمام. انما ما ينفعش نقول ايه؟ وإياك نستعين، اللي هو اسماعك ايه؟ ورومك اسماع المحرك واقفا بصوت خفي كل ايه؟ كل دان تنول. اذا كنا هنقرأ وقفنا على مد لازم، وما يكونش ده الا في الكلمي، لو وقفنا عليه سواء هنقرأ بالإشمام او بالسكون المحض او بالروم ما يقلش عن ايه؟ ما يقلش عن ستة. حتى لو هقرأ ايه؟ جان، خلاص من المفترض انتفى سبب الايه؟ المد بالايه؟ بالروم. لا، قال لك لا، اللازم يبقى اللازم يكون في ايه؟ في حالة الوقف عليه، وفي حالة الايه؟ الوصل. في حالة الايه؟ الإشمام، وفي حالة الايه؟ وفي حالة الروم. اقول لا، اصل ما عنديش، ده انا بقول اللي في اخر الكلمه، مش هيبقى الا الكلم المثقل اللي هي جان صواف. هتلاقي كلمات ايه اللي هي تبقى متطرفه اللي يجوز الايه؟ الوقف عليها. اما الحاقه لا، انا ما وقفتش على الايه، احنا بنتكلم على الحرف الايه. اذا وقفنا على الحرف الاخير الذي هو سبب الايه؟ سبب المد. فلما اقول ايه؟ جان نو، يبقى من المفترض انتفى السبب. خليك معايا بس، انا بقول اني اذا وقفنا بالروم او بالاشمام اللازم يكون ايه؟ مد، ما يقلش لا يقل عن ايه؟ عن الست حركات، وصلا وايه؟ وصلا ووقفا. خلاص، ده الكلم الايه؟ الكلم المخفف. كم كلمه لحفص في المخفف؟ قال انا وقد كنتم وقد عصيت. اما اللي هو الذكرين، الله، الحاقة، الطامة، الصاخة، يبقى وقع حرف مشدد بعد حرف الايه؟ بعد حرف المد. هذا يسمى ايه؟ كلمي لازم، كلمي مثقل. ايه اللي ثقله؟ ايه اللي تقله يعني؟ اللي هو الحرف المشدد الذي وقع بعد الايه؟ بعد حرف المد. ولا يكون المثقل في الكلمة إلا ما في حرف الإيه؟ الألف والواو. لم يرد في كتاب الله المجيد حرف ياء في المد اللازم، لم يرد ياء، إنما وردت الإيه؟ الألف، زي الحاقة والصاخة والطامة. الواو وردت إيه؟ أتحاجوني. منتبهين يا أحبة؟ يبقى ده المد اللازم الايه؟ المثقل. يبقى عندي لازم كلمي مخفف، لازم كلمي مثقل. خلاص، انتهينا من هذا، من الايه؟ اللازم، اللازم الايه؟ الكلمي. اللازم الحرفي لا يكون الا في فواتح الصور، لا يكون الا في ايه؟ الا في فواتح الصور. احنا عندنا الصور اللي افتتحت بأحرف مقطعة 29 صورة، 29 صورة. فيه كما قلنا سابقا، قلنا اللي ما تسجلش اللي ما حدش هيسمعه خلاص، ان فيه بدأ تعتمد على حرف واحد عدد ثلاث صور، ثلاث صور فقط، اللي هي ايه؟ صاد وقاف ونون. صاد هو ده حرف واحد بس مركب من ثلاثة أحرف. طب الأول الأحرف اللي هي موجودة في فواتح الصور اللي هي إيه؟ 14 حرف، اللي هي إيه؟ صله سحيرا من قطعك. خلاص، صله سحيرا من قطعك. أو في كلمات تانية، نص حكيم قاطع له سر، ماشي تمشي. التاني إيه؟ قال إيه؟ سر حصين كلامه قطع، ماشي. اهو برضه هم الاربعتاشر.
هو الأول والآخر، عايزين الايه؟ الأربعتاشر حرف اللي أنا ما استريحش ليهم إلا من الشيخ الجمزوري: صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. الأحرف دول الأربعتاشر أحبتي، منهم ما هو مركب من ثلاثة أحرف خلاص، ومنهم من هو قائم على إيه؟ على حرفين. اللي مركب من ثلاثة أحرف اللي هي إيه؟ كم عسل نقص، كاف عين سين لام ميم، هاي ثلاثة أحرف. إيه؟ ما أنا لما أقولك إيه؟ اكتب ميم، هتيجي عامل لي ميم كده، أقولك لا يا حبيبي ارسمها كما خرجت إيه من فمي، هتيجي عامل ميم ياء ميم، منتبهين معي؟ ميم ياء ميم. يبقى دي بنسميها الأحرف الإيه؟ المركبة من ثلاثة أحرف. يبقى عندي اللي هو مركب من حرفين اللي هو إيه؟ حي طهر، ده توفر فيه حرف المد والشرط ولكن لم يتوفر السبب، منتبهين معي؟ اللي هو إيه؟ حا حاميم. أنا عندي في الحاء إيه حرف المد؟ الألف. طيب إيه عرفت إزاي؟ سبق بالإيه؟ يتوفر الإيه؟ الشرط. طيب لما أجي أقول إيه؟ طه طه، أهو عندي إيه؟ توفر الحرف والشرط ولكن فقد الإيه؟ عدم السبب، عدم الإيه؟ السبب. اللي هو إيه السبب؟ إيه أسباب المد؟ همزة أو سكون. يعني أنا عندي، خدوا بالكم، ممكن أنت تلملم المسألة، بمعنى إيه هي الحروف التي تمد؟ ثلاثة أحرف، واي، المجموعة في كلمة إيه؟ واي، ماشي؟ دي الأحرف اللي هي جائزة للمط، تطول يعني، تطول، يطول إيه؟ مش هي اللي تطول، يطول زمن الصوت بها، خلاص؟ طيب، لكل حرف من هذه الأحرف لابد من أجل أن يزاد في مده أن يكون له شرط، يسبقه شرط ويقع بعده سبب. الشرط أن يجانسه من الحركة، الألف يكون قبلها فتح، والياء يكون قبلها إيه؟ كسر، والواو يكون قبلها إيه؟ قبلها ضم، خلاص يبقى توفر الإيه؟ الحرف والشرط. حاء حاميم ها حاء طه ألف لام راء، منتبهين معي؟ إيه اللي باقي تاني من الأحرف؟ يا يا اللي هو إيه؟ كاف ها يا يا، ما قلتش إيه أنا؟ كاف ها يا، لا، الأولاني كان له سبب، التاني ما فيش سبب، لم يقع بعد إيه؟ لم يقع بعد حرف المد السبب. يبقى إذن عايز أنا عشان أمد حرف مد وشرط وسبب، أدي حرف المد يسبقه الشرط يقع بعده السبب، جاني الشرط والحرف ولم يقع سبب، يبقى المد إيه؟ طبيعي، خلاص؟ طيب جاء حرف المد ووقع بعده سبب، يبقى هو الأسباب اللي احنا بندرسها. إيه هم سببين؟ همز أو إيه؟ همز أو سكون، همز أو سكون. طيب عندي الحروف اللي هي الأربعتاشر، خدنا منها ثمانية أحرف مركبة من ثلاثة أحرف اللي هي كم عسل نقص، كاف الأول، كاف كاف ألف فاء، يبقى الوسط حرف مد، وجاني الشرط وجاني الحرف وجاني السبب، خلاص؟ التاني ايه؟ كم التاني ايه؟ كم ميم، جاءني حرف المد اللي هو الياء وسبق بالايه؟ وسبق بالكسر ووقع بعده الايه؟ وخلوا بالكم لاحظوا الياء موجودة في فواتح الصور، انما الياء مش موجودة في الايه؟ في الكلمي، في الكلمي سواء كان مثقل او كان ايه؟ او كان مخفف. ميم شرط حرف سبب، ها بعد كده ايه؟ عين،
عين. ادي ايه الياء بس ده بيسموه حرف لين، لين فقط، لين فقط. ولهذا جاز فيه الايه القصر والتوسط والايه والمد. طيب وباقي ونقيص الباقي الاعرف عين. طب ايه كم عسل؟ طيب السين سين، وسين دي موجودة ايه في طاسين التلاتة، وموجودة في ايه عين ايه حاميم عين سين، نقول ايه حاميم عين سين، والتاني هناك نقول ايه طاسيم ميم وطاسين. خلاص ادي السين عسل. اللام لام، ادي ايه شرط وحرف وايه وسبب. خلاص الشرط وقع على الايه، وقع على ايه لام اللام، لام الايه اللام، والحرف اللي هو الالف، والسبب جاءني على ميم الايه ميم اللام. ما هي اللام مكونة من ايه؟ من ثلاثة احرف. يعني احنا اصطلحنا على ان احنا نكتبها كده ميم لام، انما لما نيجي لحقيقة الامر ارسم ما يخرج من فمي. لما اقولك ارسم، ما هي العين هي الكاميرا وودنك خلاص سجلت، يبقى لما اقولك ايه اكتب ميم، لا ما مش على الاصطلاح ده، على الايه على الرسم، على الرسم. عسل نقص نون، نون واو نون، يبقى ايه الشرط وقع على النون الايه نون النون، والحرف هو الواو حرف المد، والسبب فوق ايه النون. خلاص كما نون قاف قاف، الشرط وقع على ايه قاف القاف، والحرف المد اللي هو الايه الالف، والسبب جاءني على الايه على جاء على قاف على الفاء، جاء على الايه على الفاء. خلاص نقص صاد، صاد الشرط جاء على ايه على حرف الصاد اللي هي الفتح، وحرف المد اللي هو معنا ايه الالف. طب والسبب جاء على ايه على الدال. ادي حروف كم عسل نقص، ادي الايه اللي هو ايه اللي بيسموه مد لازم حرفي. قالوا ينقسم الى قسمين، حرفي مثقل وحرفي مخفف. احنا عرفنا المثقل ان يقع بعد حرف المد حرف مشدد. طب هيجيني منين الحرف المشدد في فواتح الصور؟ هيجيني لو جينا كتبت كده ايه الف لام ميم، يبقى جاني ايه ميم اللام ساكنة، مش لام مكونة من ثلاثة احرف، لام والف وميم، وميم مكونة من ثلاثة احرف ميم وياء وايه وميم. طيب انا لما ادغمت عندي جاءتني ميم اللام مجاورة لميم الايه لميم الميم، وميم اللام ساكنة وميم الميم متحركة، يبقى اصبح من قبيل مثلين ايه مثلين صغير، وجب الادغام. يبقى اقول الاولاني مشدد مثقل الف لام ميم، انه في دول المثقل اللام اللي هو ألف اللام، ده بيسميه مد لازم حرفي مثقل. طب والتاني ميم مد لازم حرفي مخفف. خلاص بس أما إذا لم يدغم زي إيه قاف والقرآن، خلاص ده بسميه مد لازم حرفي مخفف لأنه لم يقع بعد حرف المد إيه. طيب كذلك نون وا، ودي لسه هنتكلم فيها، بلاش نون دي، التاني ايه
صاد و، مش كده ولا ايه؟ اه برضو بسميه مد لازم حرفي مخفف، مخفف خلاص. طيب لما نيجي ناخد ايه؟ طا سين ميم، طا سين ميم، انتبهوا معي، طا سين ميم، النون مثقل والنون مخفف، ما انا عندي فيها مثقل، خدوا بالكم. طا اسميه مد ايه؟ مد طبيعي اللي هو في فواتح الصور. طيب سين ميم، سين ميم، عندي نون ساكنة اللي هي بتاعت الايه؟ السين، وميم متحركة اللي هي بتاعت الايه؟ الميم، خلاص. طب انا عندي في احكام التجويد اذا جاءت نون ساكنة ووقع بعدها ميم بتبقى حكمها الايه؟ الادغام، ويسمى ادغام بغنة كمان، خلاص. يبقى انا مديت الياء اللي هي بتاعت السين اسميه مد لازم حرفي مثقل، اما اللي بعد منها اللي هي ايه؟ ميم، مد لازم حرفي اسمعها اهي، طاسي طاسي ميم، الاولاني سميته مثقل عشان ايه؟ تشديد الميم، تشديد ميم الايه؟ ميم الميم، بسبب ان دخلت فيها النون. والتاني سميته مخفف عشان ايه؟ عشان الميم بتاعت الميم، خلاص، اللي هي الميم الاخرانية ساكنة. طب تعال نشوف ايه التانية دي، كاف ها يا عين صاد، في عندي فدية كاف الاول اسميه مد ايه؟ مد كاف طبيعي ايه؟ مد لازم حرفي، حرفي ايه؟ مخفف. طيب ها اسميه مد ايه؟ طبيعي. يا طبيعي. عين لازم ويجوز فيه الثلاث، خلاص. التانية ايه؟ كاف ها يا عين، عين صاد. لا يظن احد ان اصلا انا ما قلت عين نون ساكنة بعدها حرف الصاد، في احكام التجويد بنسميها ايه؟ اخفاء. طب هل هذا يترتب عليه ان يكون ده مد ايه؟ مثقل؟ لا، ده ما فيش ادغام، احنا عندنا الاخفاء ما فيهوش ايه؟ الاخفاء ذهاب الحرف وبقاء الصفة، ذهبت النون وبقيت الايه؟ وبقيت الغنة. يبقى ادي الايه؟ ادي المدود اللي هي ايه؟ في فواتح الصور. اللي عندنا اللي فيه الخلاف لايه؟ لحفص، اللي هو ايه؟ ياسين و ونون و. اذا كنت ممن يقرا لحفص يجوز له ايه؟ لما اقول ايه؟ ياسين والقران، ياسين والقران، يبقى ده انا ايه؟ اظهرته، اظهرت ايه؟ اظهرت نون ايه؟ نون السين. ما هو الياء مد طبيعي، يا ياسين والقرآن. طبعا احنا اذا وصلناه قال العلماء نقل عن حفص الادغام والاظهار، الادغام والاظهار، يعني يجوز ان تقرأ لحفص وزيها برضو ايه؟ نون والقلم، ويجوز ان تقرأ نون والقلم، ياسين والقرآن، ماشي؟ طيب إذا كنت ممن أقرأ بالإظهار يبقى المد هنا مد إيه؟ مد لازم حرفي مخفف، لأن أنا يدوب قلت إيه؟
ياسين و نون ساكنة خلاص. يبقى ده بسميه مد لازم ايه؟ مد لازم حرفي، حرفي مخفف. طيب الثاني، اول ما ادغمت، ادغمت نون الايه؟ نون السين في ايه؟ في الواو، شددت الواو، يبقى وقع بعد الايه؟ بعد حرف المد حرف مثقل. يبقى في الحالة دي اسميه مد لازم ايه؟ مد لازم حرفي، حرفي مثقل. واضح يا احبة؟ متهيالي ما نكترش فيها الكلام عشان نختم. أه؟ يعني الايه؟ المد اللازم ينقسم الى قسمين، كلمي وحرفي. طيب الكلمي ينقسم الى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف. كلمي مثقل اذا وقع بعد حرف المد حرف ايه؟ مشدد. الحاقة، الطامة، يبقى ده بسميه ايه؟ مد لازم كلمي. اذا لم يقع بعده حرف مثقل سكون فقط زي ايه؟ الآن، يبقى مد لازم كلمي مخفف. طيب الحرفي برضو ينقسم الى قسمين، مثقل ومخفف. الامثلة اللي احنا لسه ايه؟ اذا ادغم، اذا وقع بعد حرف المد حرف مشدد يسمى حرف ايه؟ لازم حرفي المثقل. انا قلت اذا وقع بعده مشدد. طيب اذا وقع بعده سكون فقط، نو قاف والقرآن، صاد، خلاص يبقى نسميه مد ايه؟ مد، مد لازم. يبقى عندي فواتح الصور وحروف التهجدية يعلم سرها المولى تبارك وتعالى. كل الكلام التفسير التي جاءت فيها يعني أقوى وأرجح ما يقال الله أعلم بإيه؟ بمراده. وهم 29 إيه؟ 29 صورة، منهم ثلاث صور اللي هي على حرف واحد، اللي هي إيه؟ صاد قاف نون. منهم تسع صور مركبة من حرفين اللي هي طه وطاسين وياسين وستة حميم. يبقى دول ايه؟ تسعة اهو خلاص. ومنها 13 صورة مركبة من ثلاثة احرف اللي هي ايه؟ ألف لام ميم. وطبعا انا فاتني ان اقول ان الالف من ضمن الحروف الاربعتاشر. الالف ده ما فيش لا في مد باي حال من الاحوال، لان انا بقول ايه؟ الف لام، الف لام. اما حا ها طا فيه المد ايه؟ فيه المد حركتان خلاص. 13 صورة مركبة من ايه؟ من ثلاثة احرف اللي هي ألف لام ميم، عندي ست صور، ألف لام ميم ست صور، عدوها خلاص. ألف لام را ست صور، طا سين ميم اتنين صورتين، يبقى دي كام؟ نعم، ما ستة وستة اتناشر واتنين ايه؟ لا ما قلت ستة، انا قلت ألف لام ميم ستة، وألف لام را لا ستة، لا خمسة. ما انت شيل ألف لام را اللي هي ايه؟ اللي هي ألف لام، ألف لام ميم را، ما تعدهاش منهم خلاص. ده جاي عدها لسه تاني. وعندي صورتين مركبة من ايه؟ من أربعة أحرف اللي هي ألف لام ميم صاد وألف لام ميم را خلاص. يبقى عندي الألف واللام والميم والصاد، والألف واللام والميم والإيه والراء، وصورتين مكونة من ايه؟ من خمسة أحرف اللي هي ايه؟ مريم والشورى، كاف ها يا عين صاد، ولا يظن ظان أن نون، نون العين عند إخفائها في حرف الصاد تكون من قبيل المد اللازم، لا. التانية ايه؟ حميم عين سين قاف خلاص. وبرضو دي وقع فيها الايه؟ وقع فيها الاخفاء،
اللي هو ايه؟ عين مع السين وسين نون العين مع ايه؟ مع السين ونون السين مع الايه؟ مع القاف. دول 29 سورة في كتاب الله المجيد، خلاص؟ اللي هي ايه؟ اللي هي افتتحت بالسور. الشيخ بيقول ايه؟ خدوا بالكم عشان ناخد الكلام. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون نجتمع. وأنا قلت خلي بالكم المد اللازم الكلمي لا يكون إلا في كلمة إيه؟ في كلمة واحدة. الكلام ده أنا قلته في الإيه؟ في الأسبوع الماضي. فإن بكلمة سكون نجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف. ثلاثي الحروف اللي هي مكونة من إيه؟ من ثلاثة أحرف. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما، مخفف كل إذا لم يدغما. خلاص؟ واضحة دي؟ طيب. واللازم الحرفي أول السور، وجوده وفي ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص. قلنا العين الشيخ هنا قال فيها الايه؟ الوجهين اللي هو ايه؟ التوسط والمد. لا، زود الايه؟ الوجه الثالث اللي هو قال ايه؟ اللي جابه الامام ابن الجزري من طريق الطيبة، واشبع المد لساكن لازم ونحو عين فالثلاثة لهم. خلاص؟ وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف اللي هو إيه؟ حاء. وذاك أيضا في فواتح السور، في لفظ حي طاهر قد انحصر، في لفظ حي طاهر، أدي الحاء والياء والطاء والألف والهاء والإيه والراء. خلاص؟ ويجمع الفواتح الأربع عشر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. بس اقفل عليه، اعمل قوس كده عليه، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، اي هذه اللفظه او هذا الكلام اشتهر بين ايه؟ بين الائمه. نختم بسرعه. قال الشيخ رحمه الله عليه، خلص كده؟ لخصنا الباب احنا ولا سبت حاجه؟ لاني انا الاسبوع اللي انا بقول لك راحت المحاضره السابقه، راحت ما اللين انا اتكلمت فيه في الاول. اللين، لا ده اللين كان ايه؟ لا اللين احنا اتكلمنا في الايه؟ في مد اللين. احنا معانا الشيخ هنا لم يذكر مد اللين، مش كده ولا ايه؟ هل ذكروا في التحفه اللي موجودين معانا خمس انواع، خمسه انواع اللي هم ايه؟ متصل، منفصل، ها، بدل، متصل. ما انا بقول لك الاول سبب السكون المتصل والمنفصل والبدل، وبعدين الايه؟ نعم. هو جاب الشيخ ذكر اللين، لا اللين اللي هو ايه؟ هو بيقول حروف الايه؟ حروف اللين. احنا اتكلمنا في مد اللين، مد اللين اللي هو ايه؟ حرفاء اللين، هياخد حكم الايه؟ المد العارض للسكون. انا لسه متكلم فيه مع مد الايه، انما مد اللين الذي سببه الهمز كأن احنا نتكلم عليه كحكم الورش، لا مش معانا دلوقتي، انما اتكلمنا على مد اللين دخل من قبيل المد الايه؟ العارض للسكون. قال الشيخ رحمة الله عليه: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. هنقف هنا شوي. عدد أبيات العلماء كانوا يذكرون عدد الأبيات من الحروف، وعشان نعرف احنا الحروف عندنا حروف الهجاء بترتب على نوعين، ترتب على الأبجدة وترتب على المعجم. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ده اسمه ترتيب أحرف الهجاء على الإيه؟ على المعجم. أما الترتيب على الأبجدة لا، غير كده، اللي هي إيه؟ أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ، مش كده ولا إيه؟
أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ. أدي حروف الهجاء، أدي حروف الهجاء معايا، هنعد نقولهم تاني. أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ. أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخذ ضضغ. نبدأ نعد، ما احنا عايزين نعرف ايه. مش انتوا كنتوا تشوفوا كده الناس بدل ما يقول لي يكتب موضوع يحط واحد اتنين تلاتة، يحط الف وباء وبعدين ايه جيم وبعدين ايه دال وبعدين ايه هاء وبعدين ايه واو، لو يمشي واو وبعدين ايه زاي، ها خلاص هي كده. ادي ترتيب الاحرف، كل حرف من الاحرف خد بقى عشرة. أبجد هوز حطي كلم، هتعد كل حرف من الأحرف قصاده حرف يبقى لغاية عشرة، بعد عشرة كل حرف يبقى عشرين تلاتين أربعين لغاية مية، بعد المية هيبقى نقول إيه ميتين تلتمية لغاية ألف. اللي عايز يكتب يكتب ورايا، اكتبوها. أبجد هوز، أيوة أبجد هوز حطي حاء طاء ياء كلم كاف لام ميم نون سعفص سين عين صاد. نعم انا قلت ايه سين عين فاء صاد سعفص قرشت قاف راء شين تاء. نعم ثخذ ثين خاء ذال. ما احنا عشان نحل الألغاز اللي في المقدمة ثاء خاء ذال ما فيش نون انا نونت خلاص. ضضغ ضاد ضاء غين ضاد ضاء غين ضضغ. أعدها بقى أبيات. أبجد هوز حطي كلم أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. أبجد هوز عشان تحفظوها. أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. ابدأوا اكتبوا لي بقى واحد اتنين تلاتة لغاية عشرة. عشرة هيبقى عندي حرف الايه الياء. ابدأ حطي لي عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية. المية هتيجي عند حرف الايه القاف بسرعة. طيب لا لغاية المية، بعد كده هنحط ايه ميتين تلتمية لغاية الالف. الالف هيجينا عند حرف الايه. يلا تقدر تعرف اسمك واسم امك تكتبه كده بالايه بالحروف، تحول الاسماء الأمة خدوها السحرة. ما هو السحرة خدوا الإيه؟ خدوا ما يقابل أحرف الهجاء، ما يقابل الأرقام من أحرف الإيه؟ من أحرف الهجاء. بس نفهم حاجة، ما يجيش واحد يقول إيه؟ ترتيب أحرف الهجاء ألف باء تاء فاء جيم، ده اسمها ترتيب الأحرف على المعجم. أما على الأبجدة اللي هي إيه؟ أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضغظ خلاص ثخذ ضضغ ثخذ ضضغ ثخذ ضضغ. ايوه انا قلتها هي ماشيه معايا في الابيات. ابجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ ضضغ. بس ما التنوين الأخرين دول إيه تنوين.
تعالوا بقى نروح لكلام الشيخ. خلاص الشيخ بيقول ايه عدد ابيات هذه القصيده؟ بيقول ايه ابياتها ند بدا، النون والدال والايه والباء والدال والالف، اجمعوا لي دي بقى هتطلع كام؟ النون بكام؟ يلا انتوا اللي تجمعوا النون بكام. استنى انت عشان انت حافظ، انا عايز اللي هم كاتبين قدامهم. النون بكام؟ طيب والدال بكام؟ الدال بكام؟ أربعة، يبقى ده 54. والباء بكام؟ يبقى ده 56. طيب والدال التانية بكام؟ بأربعة، يبقى بقى كام؟ يبقى بقى كام العدد؟ 60. 8 ازاي يا ربي؟ النون بكام؟ بص قدامك، النون بكام؟ خلاص النون ب50. والدال بكام؟ يبقى كام؟ 54. والباء بكام؟ يبقى كام؟ طيب والدال التانية بكام؟ يبقى كام؟ والالف بكام؟ يبقى كام؟ يبقى عدد ابيات القصيدة ايه؟ 61 بيت. لو عدتوها هتلاقوا 61. الشيخ قال ايه؟ ابياته ند بدا لذي النهى. اللي يفهم اهي، اللي يعقل، صح اصحاب الايه العقول. ابياته اي ابيات هذا النظم مجموعه في قولي ند بدا. خلاص ابياته ند بدا لذي النهى، ده حط لي سنه تاليفها كمان. قال تاريخها بشرى لمن يتقنها، بشرى لمن يتقنها. يبقى حين لما نيجي نعد القصيدة هتلاقي 61 بيت اللي هي ند بدأ. التاريخ بقى سنة ايه تأليف هذه القصيدة؟ قال تاريخها بشرى لمن يتقنها. يلا عدوا معايا، اللام بك، الباء بكام، والشين بكام بسرعة كده؟ ب300، يبقى 302. والراء بكام؟ يبقى 502. والياء بكام؟ يبقى 500 وكام؟ حد يساعدني في الايه؟ 512. واللام بكام؟ يبقى 500 كام؟ 500 ايه؟ 42. والميم بكام؟ 40. يبقى 500 كام؟ 82. والنون بكام؟ 50. النون ب50. يبقى 500 كام؟ 632. عدوا معانا يا اخوانا. خلاص والياء بكام؟ يبقى 642. خلاص طيب والتاء بكام؟ 400. يبقى 1000 وكام؟ 1042. طيب بعد كده ايه؟ القاف بكام؟ ب100. يبقى 1142. طب والنون بكام؟ 50. يبقى ايه؟ 1000 وايه؟ 1192. ماشي ماشي. طيب والهاء بكام؟ بخمسة، مش كده؟ 1197. طيب والالف بكام؟ واحد. يبقى 1000 وكام؟ 1198. رحمة الله عليه. بس ده مش تاريخ وفاته، لأنه هو مش هيقول الكلام ده وهو ميت، ده هو وفاته، ده له قصيدة تانية كانت اللي هي في التحريرات اللي هو قال فيها ايه رحمة الله عليه، له قصيدة اللي هو ايه كنز المعاني. كنز المعاني دي التاريخ اللي ذكروا فيها 1202، انما دي 1200 وايه 1198. اهي ايه الشيخ بيقول ايه؟ ابيات هذا النظم ند بدأ. يلا جمعها انت ودور. طيب تاريخها بشرى لمن يتقنها، اللي هم 1100 وايه 98. خلاص ثم الصلاة والسلام أبدا. خلاص هو خلص كلامه كده، قال عدد الأبيات وقال عدد الايه وقال تاريخ السنة التي نظم فيها الايه القصيدة. خلاص وتم ذا النظم، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. أبياته ند بدا لذي النهى، تاريخها بشرى لمن يتقنها. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا،
ولا لي والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. علينا كلنا هو الرجل ده، علنا كلنا رحمة الله. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. دعا قال صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم عليه على ختام الأنبياء وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى كل تابع وعلى كل تابع لشريعة النبي محمد وكل قارئ للقرآن الكريم حتى ولو قرأ إيه آية وكل سامع للقرآن وسامع لقصيدته. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته. وبهذا يكون قد انتهى شرح منظومة تحفة الأطفال. بمشيئة الله تعالى في اللقاء الأسبوع القادم هنقرأ القصيدة. هذا وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، أم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. دنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.